التصنيع المحلي للمواد الطبية المنتجة من الطب التقليدي في الإقليم الإفريقي هو الشعار الذي كتب بالخط العريض ليكون العنوان الأساسي للاحتفال بالذكرى 16 لليوم الإفريقي للطب التقليدي. الرئيس الوطني لفيدرالية ممتهني طب الأعشاب عبد الرحمن مدو وجه خالص الشكر للحكومة وشركائها خاصة منظمة الصحة العالمية على إعطاء هذا الطب الأهمية التي يستحقها، ليأتي الدور على ممثل منظمة الصحة العالمية دايزي راسين الذي أكد دوام وقوف المنظمة بجانب الأطباء التقليديين لأن الطب التقليدي لا يقل أهمية عن الحديث. كما تناول المدير الفرعي النائب للإدارة الفرعية للطب التقليدي بتشاد العناية التي يحتاجها الطب البديل ليتطور ويكون داعما اقتصاديا واجتماعيا. هو جزء لا يتجزأ من ثقافتنا، أصبح الطب التقليدي شائع لدى الناس على جميع المستويات في العالم. بصفته أبو الطب قال العالم أبو قيراط: ليكن غذاؤك دواؤك وعالج كل مريض بنبات أرضه فهو أجلب لشفائه. أما وزيرة التدريب المهني وتطوير المهن الصغيرة ماجيجيان باجيرود ممثلة لوزير الصحة العامة قالت: دراسات كثيرة أثبتت أن المزاوجة بين الطب التقليدي والطب الحديث تعطي نتاجا أقوى وأسرع وأسهل لعلاج الكثير من الأمراض، وأن النسبة الكبرى للمعالجة بالطب التقليدي بإفريقيا تثبت لنا ذلك، وعلى المختصين في هذا المجال إبراز كامل قدراتهم لإعطاء العلاج التقليدي قيمة أكبر. واختتمت المناسبة بإلقاء محاضرة تناول فيها المحاضر نبذة تاريخية عن طب الأعشاب والتحديات التي تقف عائقا أمام تطوره خاصة بالبلاد. Célébration de la 16e journée africaine consacrée à la médecine traditionnelle dont le thème est axé cette année sur la fabrication locale. إن شعار هذا العام يترجم مدى مساعي منظمة الصحة العالمية لتطوير الطب البديل وإعطائه مكانه المناسب بجمهورية تشاد خاصة وباقي دول إفريقيا على وجه العموم، ونعلم أن هناك تحديات من أجل تحسين هذا القطاع أي قطاع الطب التقليدي. كما أن الجمهورية الرابعة بقيادة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو أخذت بعين الاعتبار أهمية إيجاد الحلول وإزالة العقبات عن تطوير الطب البديل، وقد أعطيت توجيهات وأوامر لوزارة الصحة العامة لتنظيم هذا القطاع كي تكون العلاجات بهذا الطب متوفرة وبكل مصداقية، وذلك بعد عرض فكرته على مجلس الوزراء الذي نظر فيه بشكل دقيق. وقد أسست إدارة خاصة بوزارة الصحة العامة لإدارة شؤون طب الأعشاب لكي يلعب دوره بالشكل المطلوب، وهذا إن دل فإنما يدل على اهتمام السلطات التشادية بهذا القطاع الحساس. وبهذه المناسبة ندعو منظمة الصحة العالمية عبر مكاتبها الإقليمية بإفريقيا وشركائها الفنيين والمانحين لوزارة الصحة العامة بذل المزيد من الجهود، وستقدم الحكومة دعمها اللازم لهذا القطاع. J'invite par ailleurs l'Organisation mondiale de la santé à travers son bureau régional Afrique ainsi que les partenaires techniques et financiers du ministère de la santé publique à pérenniser les efforts de la médecine traditionnelle dans un élan de soutien.